متبلش بقول لك انا شفته ميرسي مليون يوم الحلقه مليون فيليب وانا شو فيليب ما بيحرك شيء له علاقه هيك بالاكسسوار ابدا بس انا ماني ريفرنس بس ما اذا انتم بتحبوا هيك ما خليني فيليب هلا ما 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 انا شيء بتشوفوا هيك قد ايه في ديكتاتوريه يعني اكيد يعني بلدي هون زمان ما بفهم الورقه اللي مديتها عن انه ما تعمل شيء غلط الفايلنس هيدا منه اسمه عنف هيدا اسمه رأي هيدا رأي باتيتيود تعنيف نفسي يعني كنت تقول له انت الشيء اللي نقيتيه منه هيدا بالنهايه يعني بالطيران المحلي والداخلي بيكون في اصلا دائما مشاكل اكثر من الطيران الدولي اللي بنشوفه بس هلا حتى بالطيران الدولي عم يكون في مشاكل وعم يكون في طيارات عم تقلع بترجع ترجع يعني الاشخاص او في هيدا ريسك بس في ناس ما بتخاف بس مع الحاله صار في شويه قلق بس يعني. في اكيد شويه واحد بيعطي قلق ما بيقدر يعني معقول يصير شيء الواحد بيصير مشكله اذا احنا عم بحضرنا نحن بنقول انه الطياره اكثر ما بتطلع بالطياره اكزاكتلي في كثافه سيارات اكثر وقت يصوروا كيف الطيران بيسبح الماء وشو بتجي ساعته يعني بس بده يصير شيء راح يصير بيخلص زيتاته بيخلص زيتاته تفكيرك مثل ما هيك برايي على الواحد خلص كيرك زعفني بس في هون بقى كثير بتعقد الامور معك حق بس بتكون بعد عندك شيء لا لا بعد شوي بدي احكي لكم شوي مش هالمره مش كثير جوسب يعني فاشن اوكي عالم بنيويورك بباريس وبميلانو بس هالمره رح نروح اكثر على برلين هلا فاشن ويك مرسيدس بانز فاشن ويك اللي له عدد سنوات عم بيصير ومن سنه لسنه عم ياخذ ارمسترونغ مزبوط اللي هو لا بانز ارمسترونغ هالمره اللي هو رود ريسينج سايكلست يلي ربح تور دو فرانس ل 7 كونسيكوتيف تايمز من 1999 ل 2005 ارمسترونغ كثير ما كان ابدا عم يعترف انه he does exactly doping drugs فهالمرة بالانترفيو تبعه مع اوبرا اعترف فاينلي يعني هي جرجرته بالحكي لحتى بالاخر اعترف he confessed انه yes بتعاطب واكيد اكيد هلا كان بيتعاطي شوي غلط بس انه ما عليه لا حرام رح اشوف لك اياه هلا شو اللي هي هالكاميرا اليوم سلم عليها اكيد يعني اذا دقت بس انه بشهر حزيران صار في يعني كار اكسيدنت صار في حد تويتر دايما بيقولوا ثانك يو في يعني في عاديين ذا اوريجينال هيك عيلة شريد وعيلة حرب جاني رزق ادمو حسن فعندي كثير عم بيقولوا ميشا اكلي نسرين رشا اكيد رشا اي لوف يو اي مس يو لارا ذا كابل يعني مشهورين كثير بحبكم مشتاقين كثير مش ما فيهم حياتي هلا اول فيديو هو عن ثلاث صبيان صغار كثير مهضومين في اسمه فاشن ماكس سنين جيرمي 10 وماكس عمره 10 سنين هلا سيلف اكسبلانيتوري مضبوط بفسر يعني هيك وحده لانه فيديو كثير حلو عم يجربوا او عم يغنوا غنيه ووك ذا واي لايف سميث عن جد بطريقه كثير حلوه كثير مهضومين هلا فيليب انت قلت لنا دغري انه لا او في محل ما كان بيغنوا لا لا اتس فيري كول لانه كثير صغار وهالغنية كثير مشهوره ليه لانه ايرو سميث عملوها بالاول ورجعوا رام دي ام سي يعني هم كان اذا بدك كانت ليش هالقد مهمه هالغنية لانه التسعينات لانه كثير بكرهوا التسعينات فهالمره في التسعينات عم تلعب اوكي كيدوز فيرست تشايلد جيم خلينا نشوف هالفيديو كيف